ولم يعتمد أيضا على مبادئ علمية، ولم يعتمد أيضا على مسائل والمقومات، ولم يعتمد أيضا على الأحكام الأدبية والأدبية، بل إضافة أيضا إلى المصادر التشريعية سواء تعلقت بالدستور أو القرارات أو المراتب أو القرارات أو المناشد. طبعا إن كانت تبدو هذه البيانات الأساسية للهوامش على أنها بسيطة وقد لا يعيرها اهتماما كبيرا، إلا أنه حتى يعلم الجميع خصوصا إخواني الطلبة وأخوات الطلبات على أنها قد تؤثر كثيرا على بحث الطالب، بحيث أنها تضيف قيمة نوعية وإضافة كبيرة للبحث كما قد تؤثر عليه بشكل كبير. إذا كما قلت أن البيانات الأساسية للهامش سأبدأ بالبيانات الأساسية المتعلقة بالكتب سواء كانت عامة أو خاصة. فإذا تعلق أو إذا كانت الفكرة المقتبسة عبارة عن كتاب، سواء كان هذا الكتاب من المؤلفة العامة أو الخاصة، فما هي البيانات الأساسية التي يجب توثيقها في الهامش؟ أولا اسم المؤلف، اسم المؤلف. هذا الاسم أحيانا قد نجد في الكتاب أن الكتاب له مؤلف واحد، إذا نذكر ذلك الاسم بكامله. أحيانا قد يكون المؤلف مؤلفين أو ثلاثة، ففي هذه الحالة ينبغي الذكر جميع أو أسماء المؤلفين ومن ترتيب الذي جاء به في الكتاب، يعني من خلال التطبيق الذي ولد في الكتاب. أحيانا قد يكون الكتاب مؤلف بقبل أكثر من ثلاثة مؤلفين، وفي هذه الحالة لا نذكر كافة أو جميع المؤلفين، بل نكتفي فقط بذكر اسم المؤلف الأول ونذكر عبارة وآخرون. إذا اسم المؤلف الأول وآخرون. إذا قلت اسم المؤلف، ثانيا عنوان الكتاب أو عنوان المؤلف، وهذا العنوان شكل ينبغي أن يكون مفصلا، عنوان المؤلف. الترتيب الثالث أو المسألة الثالثة هي ذكر المطبع، ذكر المطبع أو مشروع أو مطبع النجاح داخل المدينة. رابعا دار الطبع والنشر. مكانه وتاريخ النشر، لأن أي كتاب له مطبعة ويكون له مكان وتاريخ النشر. أحيانا قد لا تجد في الكتاب مكان وتاريخ النشر، ففي هذه الحالة نكتفي بذكر أو نذكر بدون ذكر مكان وتاريخ النشر. المسألة الخامسة نذكر أيضا رقم الطبعة. لأن الكتاب تكون أو الكتاب تكون له طبعة المبادئ الثالثة، في هذه الحالة لا ينبغي للباحث أن يذكر الطبعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أي هذا الجزء. إذا كان الكتاب يتكلم بجزئين أو أكثر نذكر هذا الأمر يتعلق بالجزء الأول أو الجزء الثاني أو الجزء الثالث أو ما إلى ذلك. أخيرا نذكر رقم الصفحة. مثال على ذلك أنه إذا كان لدينا كتاب، إذا نبدأ باسم الكتاب، عنوان الكتاب، علم الظاهر، الموارد الوصفية السياسية، نبحث عن ظاهر الطب، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، نبحث عن مكان وتاريخ المسجد دار الطب. نمر إلى الصفحة، ونمر الصفحة التي اقتبست منها الفكرة المعتمدة في البحث. إذا بعد الانتهاء من المتعلقة بالكتب، ننتقل إلى البيانات المتعلقة بالمقالات، وبين الفكر أولا اسم كاتب المقال،
ثانيا جواب المقال، ثالثا اسم المجلة العلمية أو الجريدة التي ورد بها المقال، عدد المجلة والشرح والسماع، أخيرا الصفحة، أخيرا ذكر الصفحة. متى العدد ذلك؟ لا أعتقد أن إشكال هذا الطرق يكفي. إذا متى العدد ذلك؟ أنه أقدم مثلا مقال بمجلة واحدة، مجلة البحوث مثلا. إذا مجلة البحوث مثلا أخذنا مقال يتعلق بمقال المستدعى تحت الموضوع الحماية الجنائية للمرأة. إذا نكتب اسم كاتب المقال أستاذ السديقي، وللي شرط أنه ينبغي فوق أن على قرار أو الباحثين على الفكر الأفضل. هناك من فوق الأستاذ المحامي القاضي إذا ينبغي تجنب من هذه الأمور. إذا الأستاذ أو كاتب المقال سديقي عنوان الحماية الجنائية للمرأة نمر إلى مشروع بمجلة البحوث، هل على الأليس تجاهل المصدر ونذكر الصدر. هكذا نمر أيضا في البيانات المتعلقة بالأساليب والطروحات، ونذكر أولا اسم الباحث صاحب الرسالة أو الطروحة، ثانيا عنوان الرسالة أو الطروحة، ثالثا تأكيد لغة بما إذا كان هذا البحث يتعلق مثلا يكون دراسة علمية مهمة في مكان معين. بعد ذلك فإننا نذكر السنة الجامعية، السنة الجامعية مهمة أيضا بالنسبة للتوجيه أو المتعلقة بالمسائل المطروحات، وأخيرا الصفحة. نمر أيضا إلى البيانات المتعلقة بالأحكام والقرارات القضائية. إذا كان وعد الناس أن يتأخر البحث كثيرا عن الأحكام أو القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الاستدلالية، وخصوصا أيضا القرارات الصادرة عن المحكمة. لماذا؟ لأن المحكمة الاستدلالية سواء الصادرة عن المحاكم العادية أو المحاكم لا تكتسب أهمية كبرى أو الأهمية التي تكتسبها القرارات الصادرة خصوصا عن محكمة النقد، لأن مثل القرارات أو القرارات الصادرة عن محكمة النقد قد تشكل اشتباها قضائيا يمكن أن يعتمد عليه الباحث، وأيضا قد تضيف قيمة نوعية للبحث. إذا فبالنسبة للبيانات التي يجب توفرها بالنسبة للكتب أو القضائي، نبدأ أولا بالمحكمة الصادرة بتلك القرار، المحكمة الصادرة بتلك القرار، فنقول مثلا حكم المحكمة الإسلامية للتحرير، أقر المحكمة الإسلامية للتحرير، بعد ذلك نذكر الحكم أو القرار. إذا حكم المحكمة الإجتماعية في أكادير أو قرار مكتب الإسلام في أكادير رحم هذا، إذا رحم. ثانيا التاريخ، التاريخ ثاني من الحكم أو القرار، إذا المؤلف أو صاحب الكتاب هذا. بعد ذلك ننظر نوع به إذا حكم المحكمة الإجتماعية في أكادير عدد في صاحب الكتاب في ملكة المدن أو في ملك إداري أو في ملك تجاري، بعد ذلك نذكر عدد ملك عدد. أخيرا بالنسبة للحكم أو القرار القضائي يذكر فيه هل هذا أو هذا القرار غير مشروع أو هذا القرار مشروع. إذا كان هذا القرار غير مشروع للإشارة إلى أن القرارات غير مشروع أنها تعطي قيمة نوعية وإضافة كبيرة للبحث العلمي، لأنه باعتبار القرارات غير المنشورة يعطي أو يلغي بأن الباحث قد بذل أعمالا كبيرا في البحث عن
يمكنها ببحث، اما اذا كان